c'est très grave. La première des choses qui devrait se faire donc في هذه الدقيقة تخلص l'émission في الصح كي نمشيو على قوانين وعلى الثقة بين الشعب والسلطة لازم لي ديميسيون دي دو بريزيدون ليغ اف اف يحطوهم يعني سكوندال قد سما وتقول المناجر ويقول بلي زيتي وكرة لازم يتحطوا هذه حاجة الأولى بور ليتيك سبورتي بور ليماج تحطوا لي ديميسيون هادو الزوج يروحوا دو ريسبونسابل ومن بعد الدولة تكمل دير لي زونكات تاعها هذه حاجة الأولى كاع ثانيا يا أخي حنايا لي سكوندال أون أنا جو بو با إتر داكور لو كان غدوة من غدوة يحاسبوا غير هاد ثلاثة ومن بعد تيك يديروا واحد ولا أو زوج بوكي ميسار ما نقولوش بوكي ميسار باردون يقولوا يدخلوهم ولا قانون واش يقول عليهم مانيش عارف يطبقوا عليهم القانون يعني ويحبس هنا لا أنا ما نزيدش نتيق سي تيرمين جينا جات دولة جزائرية جديدة جاية تنقي حنا رانا معاهم ورانا فرحانين بهذا الشيء رانا نتبعوا عمرنا ما انا مخاطين السياسه مي وليت نتبع لي زانفورماسيون نشوف لان جي ان بو ديسبوار مي سي هنا في الفوتبول لي سكوندال اللي صراو قد سمع جو دي بيان انت من قبيله كنت تقول لسمير على ليماج دو سمير قال لك لازم يديميسيونو على ليماج دو لالجيري هكذا صوره جو سي با كو صوره الجزائر ليماج دو لالجيري اي تي سالي دوبوي لونتا بار لي جون كي اوكيب لو فوتبول اجلس جو زيد الماكينه تشوف كي بدك على حساب الماكينه راه يكذب اي قر نعم تغيرت المعطيات بعد وضع زتشيك علي بن شيخ انني داكور معاه وداكور معاك وداكور انت واش راك حاب تقول وافقك كيما واحد اللي يحب اليوم من الغدوه تبدا لا فري ديموكراسي نبداو قبل نصفيو ومن بعد نبداو بشويه بشويه لا ديموكراسي ان سي با فيت اون ان جور راني داكور معاك ولكن داكور هو داك انا معاه انت الناس سيتا اسم روروا ما رشحش روحو ما رشحش يا ابن عمي ما رشحش رب الكون اللي خالق الدنيا والدين واخترت ما نصليوش في الوقات انتوما ما رشحش روحو وراكم تبروتيجيو في الاخر انتوما بروتيجيو الكره الجزائريه ما تبروتيجيوش بارك الله فيك بروتيجيوش باسكو في لاسومبلي جينيرال يهضروا على كلش الا كره القدم خلينا نكمل ومن بعد نوريك هذه وحده ثانيا هاد الجمعيه اللي راك اللي انني داكور مع المسؤولين الدوله اللي حطوا زتشي وهكذا تكون سي كوم سا علاش؟ خاطرش منا لقدام ان شاء الله الامور تعاود تمشي كما قال 4 ans ابري ما تمشاش ان شاء الله يكونوا لي مومب دو لاسومبلي يكونوا حرين ويكونوا شخصيات يفوتو قال بيلون تاع زتشي ما نجحش وكذا تما حبيت تنحيت نحيت ديموكراتيك ماني جاي ولكن انت تسيت اسم زتشي تيتا اسم ماجار او كويسي او ناس اللي خدمت للكره الجزائريه كويسي خدم الكره الجزائريه ماجار خدم الكره الجزائريه وزاد دار مشارف للجزائر من الجهه اللي ملي وزاد شي خدم للكره الجزائريه كيفاش تسيفنيهم وعلى هادو شكون سي تي زي دي زين مي تاع الجيري نو سي دي زالجيري نو ماشي نو هادو ما من الناس اللي يحبوا الكره تصفى ولهذا جاكومبان الناس اللي داروا هاد الشيء هذا قال غدوه كاين زتشي ومن القدام ان شاء الله الامور تتصفى ما تسمح لي هذه ما تنجمش تكون مومبر لاسومبلي جينيرال هاديه اللي كانوا يستناو ومن بعد وعلاش الناس هذوما كما قال لك انا حبيت نترشح نحط الدوسي تاعي هاولي على نستنى او حط زتشي الو حط زتشي هيا حطوا نقوم نجري ونحطو سا سي با كوريك سا وراي لا بيرسوناليتي شخصية خويا أنا حاب نحط أنا حر ما كاش اللي يمشي لي بالتليفون أنا جيت نحط الدوسي تاعي لأن نامن بواش نجيب نامن بلي نحب الكرة الجزائرية تكون في مستوى لا. ولكن كي بدي آية وحط زتشي شغل حط غول جاي نو صح نو خلينا برا الرعد